الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة، برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. احنا شرفنا وجودنا في أسوان النهاردة في افتتاح مسرح فوزي فوزي بعد تطويره. مسرح فوزي فوزي من أهم المسارح عندنا. أسوان مدينة متميزة بثقافتها وبفنونها وألوانها من الفنون. تقريبا المعرض كله كان بيتكلم عن أسوان والثقافة الأسوانية. احنا بنشكر الفنانين كلهم حضروا، فنانين مشاركين. كان لازم يبقى فيه جانب للفن التشكيلي. احنا عملنا القاعة دي، طورناها وجهزناها زي ما حضراتكم شايفين كده، وقلنا ان لازم يبقى الافتتاح بمعرض لوحات من فناني اسوان. انا حاسة ان بابا النهاردة بجد عايش معانا، ولو كان موجود هيكون سعيد جدا جدا بان وزارة الثقافة ما بتنساش ابنائها المخلصين. المعرض التشكيلي كان غني جدا غير المعارض اللي احنا متعودين عليها، لان احنا كمان كان يعني بالتنسيق وبالتعاون مع الادارة العامة للفنون التشكيلية. طبعا اللوحة بتاعتي مربوطة بالالوان والمفردات الشعبيه او الموتيفز الشعبيه. قصور الثقافه ما شاء الله دايما دايما سباقه، وبتحيي اي مكان تروحه وبتنوره، واتشرف جدا باني كل مره اشارك معاهم يعني. طبعا كان في لوحات الفنانين كبار، واخدت انا تغذيه بصريه بالنسبه ليا، وان شاء الله اشارك بلوحات اكبر من كده بكتير ان شاء الله في معارض كتير باذن الله. حبيت اللوحه تكون مختلفه، تبقى تجريدي. اللوحه اخترتها تبقى فيها الوان افريقيه اكتر، اللي هي الاحمر والالوان الحراريه في العموم.